بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مس هناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم صفحة 174، أولى تدريباتنا في الوحدة الرابعة الدرسين 5 و6. الوحدة الرابعة في الدرسين 5 و6 في صفحة 174 كتاب جيم Vocabulary Exercise، تدريبات المفردات. Number one بيقول أول حاجة عندك choose correct answer from A, B, C or D. Number one, it's important to stay A online. إنه من الضروري أن تبقى A عبر الإنترنت. Safe آمنا، هي دي اختيارنا. ولا worried قلق، angry غاضب، save بمعنى ينقذ، وده verb فعل بمعنى ينقذ أو وفر المال. هنقول إيه؟ safe online. Number two. إيه من الكلمات دي؟ is a word or numbers you use to go onto a website. هو عبارة عن كلمة أو أرقام أنت تستخدمها لتدخل في موقع إلكتروني. Keyword بمعنى كلمة مفتاحية، زي الجدول الأول في عندك المفردات في كل درس، بيبقى عبارة عن الكلمات المفتاحية للدرس، هي أهم كلمات بتقول لك إيه النقط الأساسية اللي في الدرس عايزك تحفظها. لكن هنا crossword هي الكلمات المتقاطعة، password هي دي كلمة المرور أو كلمة السر، أما secret بمعنى سر. يبقى كلمة المرور هي كلمة أو أرقام أنت تستخدمها لتدخل لموقع على الإنترنت. Number three, write the اكتب for how to make a cup of tea. كيف تصنع كوبا من الشاي؟ عايزك تكتب ايه؟ information معلومات، messages رسائل، icons أيقونات، ولا instructions تعليمات. طريقة تحضير شيء بتبقى instructions تعليمات. Number four, don't لا هاخد ايه من الأفعال a phone call from someone you don't know. مكالمة هاتفية من شخص أنت لا تعرفه، هقول له لا ايه؟ ask بمعنى تسأل أو تطلب، reply بمعنى تجيب، وanswer بمعنى تجيب برضو، write بمعنى تكتب. هناخد مين؟ هناخد answer بمعنى تجيب على الهاتف، answer a phone. أما reply دي تاخد حرف الجر on، no reply on، يجيب على مثلا الأسئلة. Number five, to make a video call لتجري مكالمة فيديو، هتاخد ايه من الأفعال؟ your tablet on، ايه التابلت بتاعك؟ هتعمل ايه؟ turn on بمعنى أدر، شغل التابلت بتاعك. أما look انظر، كم تعال، و keep بمعنى احفظ أو حافظ على. Number six, we use the نحن نستخدم ايه من الحاجات دي to make water hot لنجعل المياه ساخنة. Kettle هنا بمعنى الماشية اللي هي الأبقار والجاموس وغيره. دراجة اللي هي طيارة ورقية. Can بمعنى يستطيع، ولو جت كاسم بمعنى علبة من الصفيح. Kettle اللي هي احنا محتاجينها دي اللي هو ايه؟ الغلاية الكهربية. Number seven, please keep it من فضلك. Keep it ايه؟ حافظ على ايه؟ I don't want anyone to know about my plan. انا لا اريد اي شخص يعرف عن خطتي، مش عايز حد يعرف الخطة اللي انا عاملها. يبقى keep it ايه؟ secret بمعنى سر، احفظه سرا. اما secretary اللي هي السكرتارية. quiet بمعنى الى حد ما، quiet الى حد ما. away بمعنى بعيدا، تبقى مثلا ايه؟ away from بعيدا عن. Number eight, don't tell anyone about your information on the internet. لا تخبر احدا عن معلوماتك ايه على الانترنت. personally بمعنى بشكل شخصي، وده adverb الظرف. personality بمعنى شخصية، وده noun بيتكلم عن الشخصية بوجه عام. ولا personal بمعنى شخصي، وده صفة، نقول personal information معلومات شخصية. أما person هو الشخص نفسه، يبقى احنا عايزين الصفة اللي هنصف بيها المعلومات دي نوعها ايه؟ معلومات شخصية. Number nine, children shouldn't make friends. يعني الأطفال لا يجب أن يكونوا صداقات. الأطفال لا يجب ألا يكونوا صداقات. هناخد إيه من حروف الجر دي؟ people they don't know، الناس الذين هم لا يعرفونهم. يبقى الأطفال ما يعملوش إيه مع الناس اللي مش عارفينهم. for ولا with ولا at ولا for، ما يكونوش صداقات with مع.
Number 10, if you have a problem, لو أنك عندك مشكلة، هاخد إيه من الأفعال for help from a parent or a teacher. عايز أقول لك أطلب المساعدة من أحد الوالدين أو معلم. أقول ask for help ولا say ولا stay ولا keep. هقول ask for help يعني أطلب المساعدة، أما say بمعنى قل، stay ابقى في مكانك، ولا keep احفظ، لا هقول إيه ask for help. Number 11, my mother is always worried، يعني والدتي دائما قلقة. إيه من حروف الجر دي؟ me when I am late outside، عندما أكون متأخرا بالخارج. on ولا at ولا for ولا about. about worried about me يعني قلقة علي أو قلقة بشأني، يبقى worried about. worried about. Number 12, we هاخد ايه من الافعال water المياه when we want to make tea عندما نريد ان نصنع شاي. stay يعني يبقى في المكان او يظل في المكان او يقيم مثلا في فندق او غيره من الاماكن. say يقول، boil يغلي، answer يجيب. boil water يعني يغلي الماء. Number 13, most children like to wear a clothes، معظم الاطفال يحبوا ان يرتدوا الملابس ايه؟ bad سيئة، unpopular يعني غير معروفة غير محبوبة غير شائعة، ولا dangerous خطيرة، ولا colorful. colorful بمعنى ملونة أو زاهية الألوان. نشوف هنا صفحة 176 language exercises تدريبات اللغوية. choose the correct answer from A, B, C or D. number one، هاخد ايه من الأفعال on your tablet to make a video call، على التابلت بتاعك علشان تجري مكالمة فيديو. turns ولا turn ولا turning ولا turn؟ هقول turn فقط بدون أي إضافات، عايزين مصدر الفعل. ليه؟ لأنه دي جملة أمرية مثبتة، جملة أمرية مثبتة تبدأ بالفعل في المصدر. number two، ناخد إيه من الأفعال shout يعني تصرخ بصوت عالي. my father is asleep يعني والدي نائم. هقول له إيه؟ don't shout ولا not ولا do ولا often؟ أقول له don't shout علشان أجيب جملة أمرية منفية عشان أقول لحد ما تعملش كذا. هقول له إيه؟ don't وبعدها مصدر الفعل shout. number 3, to send a text message، لترسل رسالة نصية، هتاخد إيه من الأفعال the send icon أيقونة إرسال. هيقول له إيه؟ tap ولا tapping ولا tapped ولا to tap؟ على طول إعطاء التعليمات هستخدم فيها الفعل في المصدر عشان يبقى جملة أمرية مثبتة. هقول له انقر على أيقونة إرسال. number 4، إيه من الاختيارات دي؟ photos to people you don't know، صور لناس أنت لا تعرفهم. هقول له send ارسل الصور لناس أنت لا تعرفها، ولا don't send؟ don't send لا ترسل، don't وبعدها الفعل في المصدر. number 5، بيقول لارا، مالها لارا؟ هقول ايه من الافعال دي؟ your password secret يعني كلمة المرور او كلمة السر بتاعتك خليها سرية. كلمة المرور تبقى سري، يبقى اقول لها kept ولا keeping ولا keep ولا keeps؟ هقول keep مصدر الفعل بدون اي اضافات وبدون to. keep حافظي على كلمة المرور لك سرية. number 6، بيقول use technology and، استخدم التكنولوجيا and ايه؟ safe online يعني آمنا عبر الإنترنت. and to stay ولا staying ولا stayed ولا stay؟ stay يعني استخدم التكنولوجيا وابقى آمنا عبر الإنترنت، خليك آمن يعني أمن نفسك حول الإنترنت أو في الإنترنت. number 7، don't هيجي بعد don't إيه؟ مصدر الفعل كده من غير ما نتعب نفسنا، آدي مصدر الفعل هو answer بدون أي إضافات. هقول don't answer a phone call from someone you don't know، لا تجيب على مكالمة هاتف من شخص ما أنت لا تعرفه. number 8، هتاخد إيه من الأفعال a few minutes preparing yourself for exercise، يعني عايز أقول لك خد بعض الدقائق، اقضي بعض الدقائق القليلة في تجهيز نفسك للتمرينات طيب أو التدريبات. هقول له spends ولا spend ولا spending ولا spent؟ التصريف الأول للفعل عشان يبقى في صيغة الأمر اللي هو جملة مثبتة. spend التصريف الأول يعني المصدر بدون أي إضافة.
نمبر 9 first اولا هاخد ايه من الافعال some water in a kettle عايز اقول له ضع بعض الماء في الكتل فاقول له ايه put لاعطاء التعليمات هستخدم مصدر الفعل في صيغه جمله امريه مثبته نمبر 10 هاخد ايه من الافعال دي او الاختيارات دي write on your desk keep it clean عايز اقول لك لا تكتب على المكتب بتاعك حافظ عليه نظيفا didn't ولا doesn't ولا never ولا can't هقول never يا إما هقول never ولو في الاختيارات don't كنت هاخد مثلا don't هو هيجيب واحدة بس فيهم مش هيجيب الاتنين طبعا يا إما never يا إما don't يعني لا تكتب على المكتب حافظ عليه نظيفا وهتبقى دي إعطاء تعليمات في صيغة الأمر جملة مثبتة جملة أمرية مثبتة read and correct the underlined words يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط Number one, don't eating when you use a computer. يعني لا تأكل عندما تستخدم الكمبيوتر. هقول له don't ايه بعد don't يجي مصدر الفعل اللي هو ايه eat. ادي eat. Number two, taking out the tea bag. يعني اخرج ايه كيس الشاي اللي هو لما تعمل كوب شاي اخرج كيس الشاي. طيب فهتقول ايه take out. Take out. ادي take. خلاص عايزين مصدر الفعل وده هيجي في صورة جملة أمرية مثبتة لإعطاء تعليمات boil the water ندى اغلي المية يا ندى طيب هقول لها ايه boil ادي boil عايزين مصدر الفعل number four تامر didn't leave your toys here تامر لا تترك ألعابك هنا طيب هقول له ايه هقول له don't leave ادي don't don't leave جملة أمرية منفية لعدم فعل شيء طيب number five make noise in the library هل ينفع أقول لحد اعمل ضوضاء في المكتبة؟ لا هقول له don't make آدي عندك don't make don't وبعدها مصدر الفعل هو make وممكن حاجة تانية ممكن أقول له never آدي never وبعد كده make برضو هقوله never make ممكن اقوله don't make وممكن اقوله never make يعني لا تصنع ضوضاء في المكتبة number six don't be rude to other people يعني لا تكن وقحا مع الناس الاخرين طيب هقوله don't وبعدها ايه مصدر الفعل اللي هو be مصدر الفعل be اللي هو verb to be لا تكن هنشوف هنا صفحة 177 test yourself اختبر نفسك complete the following dialogue اكمل الحوار التالي شريف is asking لميا about ريم سارة and آية ركز معايا كل الأشخاص دول مين شريف بيسأل لميا عن ريم وسارة وآية طيب شريف بيقول للميا بيقول لها what are ريم and سارة doing ريم وسارة بيعملوا ايه قالت لهم قالت له they are taking selfies هما بيلتقطوا صور طيب لها again they are always taking selfie عشان كده احنا جاوبنا بالشكل ده طيب شريف بيسأل تاني what is Aya doing علشان لميا بتجاوب بتقول Aya is listening to her mp3 player شريف بيقول do you like taking selfies لميا هل انتي بتحبي التقاط الصور بالهاتف قالت له no I don't طب ليه why Because my phone camera isn't good. لأن كاميرا بتاعة التليفون بتاعي مش كويسة. Can you take a selfie together with my phone? هل يمكن أن نتخذ سيلفي مع بعضنا بهاتفي؟ قالت له sure. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, please. من فضلك. هاخد إيه من الأفعال؟ The TV on. To watch the new film يعني عايز اقول لك شغل التلفاز من فضلك علشان اشوف الفيلم الجديد هقول له ايه make ولا keep ولا turn ولا stay هقول turn عشان تبقى turn on يعني ادر التلفاز لو هو شغل التلفاز يعني خلاص اما make اصنع keep يعني يحافظ stay يبقى ويظل في المكان number two You should keep your A secret. يجب أن تحافظ على A سري. Sport رياضة. Food طعام. Friends أصدقاء. ولا password. Password كلمة المرور. Number three. It's good to. من الجيد أن A new friends. يعني أصدقاء جدد أو صداقات جديدة. Make ولا do ولا stay ولا spend. Make new friends. يعني تكوين صداقات جديدة.
Number four, our English book يعني كتاب الإنجليش بتاعنا. ماله هياخد إيه من الأفعال؟ Interesting شيق. So lots of people use it. الكثير من الناس يستخدمونه. Takes ولا makes ولا looks ولا asks. Looks يعني يبدو ممتعا أو شيقا، عشان كده الناس كلها بتستخدم الكتاب. أما take بمعنى يأخذ، make يصنع، ask يطلب أو يسأل. Number five, stay safe. When you use A يعني ابقى آمنا عندما تستخدم A. Puzzle، puzzle بمعنى الغاز اللي هي ألعاب الألغاز، ولا password كلمة المرور أو كلمة السر. Technology التكنولوجيا، ولا secret سر عندما تستخدم التكنولوجيا ابقى آمنا. Number six, you use the kettle too. A water، انت بتستخدم الكتل الغلاية الكهربية عشان تعمل ايه للمية. keep يعني يحافظ، stay يبقى او يظل في المكان. look ينظر، ولا boil، boil بمعنى يغلي. number 7 don't، لا هاخد ايه من الافعال. photos to people you don't know، صور لناس انت لا تعرفهم. talk يتكلم، write يكتب، send يرسل، ولا click، click بمعنى تنقر بالفأرة او الماوس، صوت الكليك بتاع الماوس. فأقول don't send photos، don't send photos يعني لا ترسل صورا to people you don't know، لناس أنت لا تعرفهم. number 8 he، ناخد إيه من الأفعال. a story now، قصة الآن. طالما في now يبقى مضارع إيه؟ مستمر. مضارع مستمر يعني الفاعل عندك he محتاج له إيه؟ verb to be المناسب ليه اللي هو is، وبعد كده الفعل مضاف له ing فين وأهو is reading، يبقى he is reading a story now، هو يقرأ قصة الآن. شوف صفحة 178. number 9 look، انظر. the car is a very fast، السيارة ايه بسرعة جدا. طالما قلت لحد look انظر، يبقى انا هقول له بص على ايه؟ بص على حاجة شغالة دلوقتي الآن، يعني ايه؟ يعني مضارع مستمر. طالما مضارع مستمر ادي the car السيارة، وعندك verb to be اهو is موجود، يبقى محتاجين ايه؟ الفعل المضاف له ing moving، انظر السيارة تتحرك بسرعة جدا. number 10 هاخد ايه من الافعال. your hands before eating، يديك قبل الاكل. هقول له wash اغسل، ولا washing ولا to wash ولا washed. دي تعليمات، والتعليمات هستخدم فيها ايه؟ الامر، صيغة الامر المثبتة اللي بتبدأ بمصدر الفعل بدون اي اضافات، يعني wash. Wash your hands before eating. اغسل يديك قبل الأكل. Read and correct the underlined words. اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. Number one. Do your parents sitting under the tree? عايز أقول لك هل والديك يجلسون تحت الشجرة؟ طيب خلي بالك هنا sit جاي الفعل sit يجلس فيه ing. ده دليل على ايه؟ الاستمرارية، يعني زمن ايه؟ زمن المضارع المستمر. هسأل بايه؟ هسأل ب هنا verb to be، هسأل ب verb to be، يا اما ام يا اما is يا اما are. مين اللي هيقرر؟ اللي هيقرر هو الفاعل. فين الفاعل؟ your parents. your parents كأنك بتقول they عشان دول جمع، كأنك بتقول ضمير الفاعل they، وبالتالي يبقى هسأل بإيه؟ بآر. كأنك بتقول are they sitting under the tree، هل هم يجلسون تحت الشجرة؟ يبقى هنستبدل do بإيه؟ بآر. عرفت آر جت إزاي؟ نقول تاني هنا لما بصينا على السؤال لقينا أن السؤال الفعل اللي جاي فيه في ing، واحنا دايما بنقول ing يبقى لازم يبقى في السؤال أو الجملة verb to be. خلاص طيب فين verb to be؟ هجيبه في أول السؤال. طب يا ترى ايه verb to be المناسب في المضارع للسؤال ده؟ am ولا is ولا are؟ are. ليه؟ علشان your parents جمع كأنك بتقول they، وهتبقى الإجابة are your parents sitting under the tree. number 2 there are some juice in the bottle، يوجد بعض العصير في الزجاجة. طيب ينفع نقول are؟ لا هنقول is. طيب ليه هنقول is؟ علشان juice اسم لا يعد، وتعريف الاسم لا يعد بالنسبة لي علشان يبقى سهل جدا عليك، ما يعني ما تغلطش فيه تاني ولا تلخبط بينه وبين الاسم اللي هو يعد. الاسم الذي لا يعد هو بالنسبة لي واقف عند واحد أنا مش قادر أعده، لا يعد يعني مش قادر أعد أكتر من واحد، وطالما واحد يبقى مفرد، مفرد عندي يعني إيه؟ is.
Number three, don't to use your phone in class. عايز اقول لك لا تستخدم هاتفك او تليفونك في الفصل. هقول له don't ايه؟ هقول له don't use على طول، مصدر على طول بدون to، يبقى هقول use. Number four, Sally writes your name on your book. سالي اكتبي اسمك على الكتاب. طيب انا بوجه الكلام لمين؟ لسالي. يبقى دي تعليمات. تعليمات يعني ايه؟ هستخدم صيغة الامر المثبتة اللي هتبدأ بيه مصدر الفعل بدون اي اضافات، يعني هقول write على طول. ادي write، اكتبي اكتبي واجبك على اكتبي سوري اسمك على الكتاب. Number four, write a paragraph of about 80 words on. اكتب paragraph من حوالي 80 كلمة على how to stay safe online. كيف تبقى آمنا عبر الإنترنت. طيب هنشوف هنا paragraph بالعنوان ده how to stay safe online. هقول technology has a great role in our life. يعني التكنولوجيا لها دور عظيم في حياتنا. We can talk to our friends online. يمكننا أن نتكلم مع أصدقائنا عبر الإنترنت. We can send messages. يمكننا أن نرسل رسائل. We can do resources on the internet. يمكننا أن نقوم بأبحاث على الإنترنت. It helps us with our homework. تساعدنا التكنولوجيا في واجباتنا المنزلية. But لكن we should follow some important instructions to stay safe online. يجب أن نتبع بعض التعليمات الهامة لنبقى آمنين عبر الإنترنت. زي إيه؟ We should keep our password secret. يجب أن نحافظ على كلمة المرور لنا سرية. We shouldn't make friends with people we don't know. يجب أن لا نكون صداقات مع ناس لا نعرفهم. We shouldn't tell people personal information. يجب ألا نقول للناس أو نخبر الناس بأي معلومات شخصية. We shouldn't answer a phone call or a video call from someone we don't know. يجب ألا نجيب على مكالمة هاتف أو مكالمة فيديو من شخص نحن لا نعرفه. We shouldn't send photos to people we don't know. يجب ألا نرسل صورا لناس لا نعرفهم. We should ask our parents or teachers for help if there is a problem. يجب أن نطلب المساعدة من والدينا أو معلمينا لو أن هناك مشكلة. ده كان موضوع How to stay safe online. طيب نرجع لكتابنا. دي كتابنا. عندك في أسئلة challenging questions، أسئلة التحدي. Choose a correct answer from A, B, C or D. Number one. When the mobile rings, I like to A the call. عندما يرن الهاتف أحب أن أعمل إيه للمكالمة؟ Send أرسل ولا write أكتب ولا answer أجيب ولا make أصنع؟ أحب أن أجيب على المكالمة، يبقى إيه؟ Answer. Number two. Stay safe. يعني ابقى آمنا. هاخد إيه من الروابط دي؟ You use technology. تستخدم التكنولوجيا. هقول إيه؟ When؟ عندما؟ Which؟ لغير العاقل، الذي أو التي الغير العاقل، ولا how؟ كيف؟ ولا why؟ لماذا؟ هقول when. Number three. تقى. هكلم تقى. هقول لها إيه؟ Come to school late. يعني عايز أقول لها لا تأتي للمدرسة متأخرا. هقول لها إيه؟ Don't. لا تأتي للمدرسة متأخرا. دومت وبعد كده مصدر الفعل. وصلنا لحد صفحة 178. خلصنا إجابات الدرسين 5 و6 في الوحدة الرابعة. إن شاء الله هنكمل مع بعض منهجنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.